الرجل اللي ما يهتم في وطنه في دينه في عروبيته ما هو رجل. ندافع عن عقيدتنا ندافع لو تروح أعمار. الله أكبر يا صبي ما يدافع تربة يسراه ويمينه. لنا دستور نحكم به ولا يغدر بنا غدا. مضينا به وقمنا به ولا حنا مخلينه ولا حخاه نؤمن به ولا الرهبان ولا أحبار ولا ملحد ولا بوذي بشرع الله نافينا ولا ترحيب بالتبشير والتنصير والكفار. هدفهم قلب الأمة يبصمون عن شرايينه عن التضليل والتهويل معطينا الزمان انذا تجرعنا الوقاية من سلوب المعرفة تينا اللي احتجر دين الميت من خلف الظهور يسار وله ما نلتفت والجدول المرسوم ماشينا تراث اجدادنا عشنا عليه وبه نموت احرار احرار السيف ساحات الوغى بالدم مروينا اللي زادت رقوم القوم رجعنا الرقوم اصفار تحت راية بطل بالحيل مرضينا ومرضينا نجاهد في سبيل الله ونطلب ربنا الغفار يحل ذنوبنا وعيوبنا بس ما داعينا نبى الجنة وهل سنة وللدين الحنيف انصار وعفو القبر ما يعطيك من لبنه ومن طينه نبى الدين الوسط يضفي على الوجه المليح اخمار عمر بن عاية الرحمن واخذ الله الشياطين عسى حرابة أهل الدين ما يبقى لهم ديار على وجه البسيطة والله المعبود راجين القيادة هذه عسى الله إن شاء الله يحفظها ويب الله يحفظها عشقي يا نطل الوليد قلوبنا أنت الوحيد الله أكبر يا بلد.